للمسؤولين في عن المهرجان. شكر السنة اللي فاتت أنا جيت هنا واتكلمت، قلت كان الناس المكرمين ما كانوش في نقاط. السنة دي كان في المهرجان، كرم الدكتورة نجوى عنوص، فأنا بشكر الدكتور الأستاذ محمد رياض الفنان الكبير. بشكرك يا محمد بيه. عندي سؤالين بسرعة. السؤال الأولاني، وأنا جاي الفنان الكبير محمد رياض قاعد يضحك قوي 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 على وهو قاعد على المنصة ولابس النضارة السوداء، أنت فرحان قوي ليه يا أستاذ محمد؟ لا، هل لانك اجلت استنى بس يا جماعه، ما انا بسال ده سؤال، هل لانك اجلت المهرجان لمده اسبوعين؟ هل لانك اجلت المهرجان لمده اسبوعين ايه السبب؟ لا، في سؤال تاني. طب اجاوب على انهي؟ على النضاره؟ ليه لابس النضاره؟ معلش انا تعبان النهارده، ده بس ازاي يعني؟ في سؤال تاني مهم جدا عايز اساله، ده بالنسبه للنضاره عيني تعبان. بالنسبه استاذ محمد، بعد اذنك اتفضل. في سؤال تاني شاغلني شخصيا بقاله سنين، بقاله فتره كبيره. هجاوب يا سيد على الجزء التاني من السؤال. اتفضل. هو فرحان عشان هيشوف. الله يخليك يا استاذ. ده حد كان الاستاذ ياسر صادق طبعا بينا من المهرجان، قال ان مفيش دعايه للمهرجان وما فيش دعايه المسرح بشكل عام. كلنا عارفين الكلام ده، ده كلام كويس. واحنا دايما بنقول ان القوة الناعمة والمسرح والفن المصري القوة الناعمة. السؤال بتاعي هقوله وربنا يستر، وده للتاريخ. هل احنا المسؤولين في مصر مش عارفين قيمة المسرح شكله ايه؟ ده السؤال مهم جدا، ده تاريخ. وانا بحمل من هنا رسالة الوزير الدكتور احمد هنو، هو راجل متحمس جدا جدا، وشفناه من 3-4 ايام كان راح مسارح العتبه. بحمله شخصيا ان هو يشيل حته اللي هي ايه، ان مفيش حاجه مش معقوله اللي احنا نتكلم فيه. المسرح المصري شغال كده بدعم، زي ما نقول نجم زي النجم بتاعنا ده، هو ده اللي شغله. لا، انا عايز مصر اللي شغل ده، عايز مصر ووزاره الثقافه والوزير شخصيا هو اللي يقدر يرجع لنا الدعم للمسرح. وده بدل ما نقعد نتسول ونقول والنبي ادونا ما تدناش، عايز مصر تشوف مسرحها شكله ايه. شكرا. انا هجاوب بس على نقطه انت حضرتك اثرتها، مساله تاجيل المهرجان. انا هتكلم في النقطه دي شويه عشان دي اثيرت كتير. احنا اجلنا المهرجان ليه من 15 ليوم 30؟ انا قلت ان انا ما اجلتش المهرجان، احنا اجلنا الافتتاح، حفل الافتتاح. وحضراتكم شفتم في الفيلم اللي احنا عملناه احنا شغالين قد ايه، وشغالين من بدري. فالمهرجان ما هوش افتتاح وختام فقط. صحيح الافتتاح والختام مهم جدا، والافتتاح بالتحديد مهم جدا بالنسبة لأي مهرجان، لأن هو ده الصورة اللي بتظهر للعالم كله، الوطن العربي كله، خصوصا الحمد لله بعد ما بقينا موجودين على الهواء أثناء الافتتاح. فده صورتنا، فلازم اهتم بيه كويس جدا جدا عشان ده اللي هيطلع بره. لكن المهرجان ما هوش بس ده، ولا هو بس تكريمات، ولا هو بس، لا، المهرجان يعني اذا جاز ليا انه فعاليات مهمه جدا بتتم من خلال حاجات كتير جدا واليات كتير جدا. يعني ما اقدرش اقول انه المهرجان افتتاح بس، ما اقدرش اقول ان المهرجان هو عروض مسابقات بس، ما اقدرش اقول ان المهرجان هو ندوات فقط، ما اقدرش اقول ان المهرجان هو مسابقات. احنا مش مسابقات التاليف المسرحي، مسابقات المقال النقدي، الورش المسرحيه اللي اتعملت، ده كل ده يعني مهرجان. حضور حضراتكم الحاله المسرحيه والحراك المسرحي والحاله المبهجه، عشان كده انا جاي ببقى فرحان جدا اثناء المهرجان رغم التعب الشديد اللي احنا بنشوفه في المهرجان كلنا، مش انا، احنا كلنا بنتعب جدا. لكن الحاله المبهجه اللي بيعملها المهرجان، واكتر حاجه انا شخصيا بتسعدني جدا لما بشوف الناس فرحانه اثناء الفعاليات بتاعه المهرجان، الندوات، العروض المسرحيه، ان احنا بنتقابل بنتكلم، الحته دي، الحراك المسرحي اللي بيحصل ده، هو ده المهرجان. انا اجلت الافتتاح وانا طلعت وقلت، ودي كانت اول مره اطلع ارد على التساؤلات، لان زي ما قال اخويا وصديقي الاستاذ ياسر صادق، يعني هو بيتولى
استفسارات او ردود على اللي عنده استفسار او كده، لكن انا رديت على النقطه دي بالتحديد لاني انا ما كنتش جاهز. فانا من حقي كرئيس المهرجان، من حقي ومن حقنا احنا كلنا كاداره مهرجان ان احنا نشوف الميعاد المناسب للافتتاح، وده حق اصيل لينا كاداره مهرجان مش لحد تاني. عمر ما حد فرض ميعاد افتتاحها على اداره المهرجان. اداره المهرجان هي اللي بتحدد، لان هي عارفه ظروفها كويس، عارفه مدى جاهزيتها عشان الافتتاح يطلع لائق بالمسرحيين. لاني انا شايف ان المهرجان ده هو عيد للمسرحيين كلهم، واحنا بنشتغل للمسرحيين. فعشان كده اجلت المهرجان، وبشكركم. معلش انا اسف.